السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم. معكم زياد هادي، أستاذ آلة عود والنظريات في معهد دراسات الموسيقية العراقي في بغداد. طبعا أتمنى تكونون بألف خير، وأنا أشكركم على تعليقاتكم وعن أسئلتكم واشتراكاتكم، والمشتركين الجدد رحب بهم أجمل ترحيب. وطبعا أتمنى أن تكونون بخير وصحة وسلامة، ودائما تعليقاتكم الجميلة هي طبعا نورتني حتى أقدر أن أعطي أكثر وأكثر. وأيضا عندكم الأطوار الريفية اللي هي موجودة، اللي هي جميلة جدا، أيضا أعتقد أنه فادتكم. اليوم احنا عندنا مقام تلاحظوا امامكم شادو بالورقه، اللي هو مقام العراق، اللي هو يتكون من جنس يقع على درجه العراق وجنس بيات على درجه الدوغا. طبعا هو من فصيله السيقاع، احد الافرع من سيقان. المقام هذا مقام جميل، ومتى تغير علامات التحويل بالهبوط ياخذ جنس يقع ثلاثي على درجه العراق، وجنس بيات ياخذ على درجه الدوغا، جنس رست على درجة الرست، وجنس سيقا على درجة السيقا. طبعا الأسفل عندكم هذا السلم سيكار بيمون أمامكم، ينوخذ أصبع أول، وراح أقول لكم السلم لأنه إحنا راح نذهب إلى العود وراح تشاهدون بالأصابع، ثم دو ثم ري ثم ميكار بيمون ثم فا ثم صول ثم لا ثم سيكار بيمون والنزول كمان كوت، يعني ياخذ سي كار بيمول مي كار بيمول. اخوان هذا 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 العود، اخوان هذا العود، هذا العود، هذا سي سي دو مي كار بيمول فا سول لا سي كار بيمول سيكار بيمول لا صال فا ميكار بيمول ري فا سيكار بيمول. هذا هو مقام العراق، ودائما اريدكم تتعرفون عليه وتقسمون به، واهم شيء تعرفون السلم مالته حتى تقدرون تقسمون به من الصعود والنزول. من كثر التمرين عليه راح يصير لكم فكرة بالتقاسيم، وإن شاء الله راح أشرح لكم أيضا درس قادم كيفية التقاسيم إن شاء الله. لتأني عندي بس شيء أنه أذكركم به دائما، صندوق الوصف أسفل الفيديو تذهبون عليه وتشاهدون الأمثلة للمقام. لا تنسون الإعجاب والاشتراك واللايك، وألف تحية من عندي لكم، ومع ألف سلام. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.